من نقاط ثلاثة على خريطة المال، ينضم إلي في كل حلقة ثلاثة من استراتيجي الأسواق يجيبونني على أسئلة ستة في ست دقائق. أرحب بضيوفي من الكويت علي العنزي المحلل المالي في بيت المشهورة والراية، من القاهرة محمد نجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، وهنا في دبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة أمانة كابيتال. أبدأ معك محمد من القاهرة. توصيات الحكومة بفرض ضريبة 10% على الصفقات الأساسية في البورصة بما فيها الطروحات الأولية، هل تتوقعون أن يتواصل أثرها السلبي على نفسيات المتعاملين؟ بالطبع جميع المتعاملين قلقانين من فرض ضريبه جديده على التداول، وخاصه في حاله من الشح السيوله الواضح في احجام التداول، وخاصه في تضارب القرارات وتضارب التقارير بين الجهات سواء وزاره الماليه او وزاره الاستثمار او رئاسه الوزاره في حد ذاتها. بنعتقد طبعا ان جافه المستثمرين على خط المحك، هل سيستثمرون في السوق المصري؟ هل سيدرجون اسهمهم في الاسواق المصريه ام لا؟ وخاصه ان السوق المصري كان الشركات المدرجة في السوق المصري لها إعفاء ضريبي خاص، وبالتالي أصبح هذا الميزة التنافسية أو الميزة النسبية للسوق المصري منعدمة مع طرح أسهم جديدة، وبالتالي سيعمل على جذب الأسواق المحيطة لهذه الشركات أو تلك الشركات لدعمها وإدراجها في في أسواقها، وذلك لدعم عملياتها في الفترة خلال نقص السيولة في السوق المصري. إلى علي في الكويت، نقترب من نهاية المهلة القانونية للكشف عن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى للشركات المدرجة في البورصة، الحصيلة حتى الآن أي صورة ترسم عن الحركة الاقتصادية في البلاد؟ علي، حقيقة الآن يعني ونحن على مغربة من نهاية السماح للإعلانات، هناك الكثير من الشركات أعلنت حقيقة نتائج إيجابية، وبالتالي استطاعت جنبا إلى جنب مع الهدوء في المحرك الأساسي للبورصة خلال هذه الفترة الذي هو طبعا المشهد السياسي ككل، من صبغ البورصة خلال آخر أسبوع باللون الأخضر. النتائج إيجابية إلى الآن للشركات التي أعلنت، الشركات التي لم تعلن ليست بأهمية من أعلن من الشركات القيادية، وبالتالي يتراجع تأثيرها على مستوى المؤشر. من الممكن أن يكون هناك إيقاف لبعض الشركات، ولكن بشكل عام أعتقد أنها لن تتجاوز 5% من إجمالي شركات 210 شركات. محمد، سأعود إليك في القاهرة. الجنيه المصري رغم بعض التحسن يبقى عند أدنى مستوياته مقابل الدولار في 8 أعوام. بنك الاستثمار في آخر تقرير رجح يصل الدولار إلى 7 جنيهات بنهاية العام الحالي، ما رأيك؟ بالطبع مستوى 6.25 جنيه مستوى الدولار أمام الجنيه مستوى صعب جدا. من 2006 2004 2005 أكثر مرة حاولنا نحن نتخطاه ما عرفناش نتخطاه. أعتقد أن مستوى 6.25 جنيه مستوى هو الحافز الأساسي للسوق. إذا اخترق هذا المستوى خلال هذا العام خلال شهر نوفمبر وديسمبر، نعتقد أنه قد يكون مؤهل للوصول لأرقام أكثر من تلك، وخاصة مع ضغوط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية واللي بدأت تتضح معالمها الآن في انتحار سعر الصرف الجنيه المصري من ازاله القيود على تعاملات الجنيه وعلى تعاملات الدولار. وبالتالي بنعتقد ان نحن موشكون على اختراق ل 6.25 جنيه بسهوله، قد تكون بسياسات البنك المركزي او بسياسات الحكومه المصريه في حد ذاتها. نعم. نور، اليك في دبي والدولار، ما التوقعات من اجتماع الفيدرالي المقبل في الولايات المتحده؟ نعم، فعليا في الغالب سيكون اخر اجتماع هو الاجتماع الاخير للفيدرال الامريكي هذا العام، ولا ننسى انه هناك ايضا نهايه لبرنامج الاوبريشن تويست او اللي هو برنامج بدل السندات سينتهي في نهايه العام. ننتظر ما سيقوم فيه الفيدرالي في الحقيقه، هل سيتم بيعمل اكستند، وهذا على الاغلب لن يكون او يعني يستمر في هذا البرنامج من جديد. الشيء الاهم اللي هو الايكونوميك بروجكشن او اللي هي التوقعات الاقتصاديه للعام المقبل بالنسبه للفيدرال الامريكي، وخصوصا مع يعني انتظار الجميع للهاويه الماليه في حال حدثت، ستكون نوعا ما توقعات الفيدرالي المزيد من التشاؤم. الاهم من ذلك في هذا الاجتماع، من الممكن فعليا ان يقوم الفيدرالي الامريكي ان يعود ويقوم بشيء اسمه ريفالويشن او اعاده النظر في البرنامج الاول او البرنامج التيسير الثالث. نعم. الذي بدا في سبتمبر، وهل سيقوم باضافه اكثر من 40 مليار دولار بالشهر. علي في الكويت، تاكيد وكاله موديس قبل بضعه ايام ان التصعيد السياسي في الكويت لن يؤثر في تصنيفها الائتماني، كيف ترددت أصدقائه؟
حقيقة دائماً لدائماً التصنيفات الجديدة الإيجابية صدى إيجابي على مستوى قطاع البنوك دائماً، ورأينا قطاع البنوك كان متماسكاً خلال الفترة الماضية، وحتى مع تراجع سوق المال في قبل فترة العيد كان أيضا قطاع البنوك أيضا متماسكا. طبعا هذا التصنيف دائما يأتي من تقديرات نمو في الاقتصاد الكويتي خلال الفترة القادمة، ودائما النمو مرتبط بأيضا أسعار النفط، وما زالت أسعار النفط في مستويات طبعا حقيقة مطمئنة لأن يكون هناك لا يكون هناك عجز مالي في ميزانية الدولة، نعم. أو حتى التدفقات أو حتى التدفقات النقدية التي ستقوم بها الدولة لدعم عملية التنمية، نعم. بشكل عام. نور، بما أنه علي ذكر النفط، كيف تقرأ أسواق النفط برأيك إقرار أوبك لأول مرة في تقريرها الأخير بأن تكنولوجيا استخراج النفط والغاز من الصخور تغير صورة الإمدادات العالمية؟ وبالتأكيد هي نوعا ما، إن في حال هذا الكلام صحيح نوعا ما، أو هل سيستطيعون في قيام ذلك، نوعا ما سنرى يعني على الأقل العودة في انخفاض الإمدادات، أو مش انخفاض الإمدادات، التقليل من الطلب عليه، خصوصا حتى أيضا في الوطن العربي الآن إذا سمعنا اللي هو من السعودية الآن يركزون على شيء اسمه وقف الهدر في الطاقة، وهو ما يمكن أن يؤثر سلبا فعليا على الأسواق. أما بالنسبة للصخر الزيتي سمعنا عنه يعني منذ أكثر من 10 سنوات، لكن لم يتم إلى الآن حتى الآن أي نوع من أو الاستخراج الحقيقي لهذا النفط، لكن في حال تم فعليا نعتقد أنه سيكون نوعا ما نوع من الإيجابية التي من الممكن أن تخفض الكاهل أو نوعا ما الصعوبة في استخراج النفط العادي، ومن الممكن نوعا ما أن تعود الأسواق إلى الاستقرار وما دون مستويات $80 ممكنة فعليا في خام غرب تكساس على الأقل. انتهت دقائقنا الستة، شكرا لضيوفي من الكويت علي العنزي المحلل المالي في بيت المشورة والراية للاستشارات المالية، من القاهرة محمد نجار رئيس قسم البحوث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، وهنا في دبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في شركة أمانة كابيتال.